ولكن نبدأ طبعا كالعادة بتقرير هام جدا عن الكابتن خالد ديب ونرجع نكمل. اتفضل. هو خالد علي محمد الأمين والشهير بخالد بيبو، اسم ارتبط بلحظات سعيدة ونتائج كبيرة وبطولات عظيمة تحققت للنادي الأهلي في بداية الألفية، ظلت عصية على النسيان وبقية في أذهان الجماهير. وبيبو والهدف الخامس، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل. ولد خالد بيبو في 6 من أكتوبر عام 1976، وبدأ مشواره مع نادي منتخب السويس في الدوري الممتاز لينتقل إلى الإسماعيلي ومنه إلى الأهلي ليبدأ رحلة التألق الكبير ويصنع اسما ذهبية يذكره تاريخ الكرة المصرية بحروف من نور. وخالد بيبو عملها. خالد بيبو من ينسى ثلاثيته في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001 أمام سان داونز، أو رباعيته الخالدة في مرمى الزمالك خلال مباراة الستة الشهيرة. بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو جول. فكل مباراة لخالد بيبو تركت أثرا وعلامة لدى الأهلي وجمهوره وحتى منافسيه. ولم ينقطع خالد بيبو عن الأهلي وواصل المشوار في مختلف المراكز في قطاع كرة القدم بعد الاعتزال، حتى وصل إلى رئاسة قطاع الناشئين ليبدأ رحلة جديدة مع لجنة التخطيط لكرة القدم وتحت رئاسة الكابتن محمود الخطيب لتحديث وتطوير ذلك الجانب المهم من قطاع الكرة بالأهلي. بدأ خالد بيبو مشواره في رئاسة قطاع الناشئين باستخدام مدير فني أجنبي هو تشيكيو ميشيل بروكيتش، وعلى مدار عامين من العمل الجاد كانت النتيجة واضحة في اختيار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للاعبي القطاع مع الفريق الأول للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة.